قالوا لمشي يا 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 قالوا لمشي انا والليل ويتوه بيا الليل قالوا لمشي يا 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 قالوا لمشي انا والليل ويتوه بيا الليل قالوا بعرف خيام الولف قالوا بعرف خيام الولف ريحت خيام الهيل يا با يا با وبالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع ظهور الخيل والله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع ظهور الخيل والله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع ظهور الخيل والله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع ظهور الخيل وقهوة نار لأجوادي أول بادي قهوة نار لأجوادي أول بادي اللي نار وكادي ظلام الليل والله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع ظهور الخيل والله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وسقوها للناشا مع ظهور الخيل الله زمان زمان ما سمعنا هالصوت الله يبارك فيك وما شفنا هالطلة الحلوة أنا سعيد جدا إني أكون بينكم بين نجوم كمان لا بالعكس تسلم طبعا أستاذ عودة زيادات أهلا وسهلا فيك بصوتك وبإطلالتك الحلوة اللي افتقدناها فعلا يبارك فيك وسلمك والله يبارك فيك وشكرا يعني صوت كلنا ربينا عليه صوت مميز سواء بالغناء الفلكلوري أو بالأغاني ما بدي أقول الشعبية بس الأغاني الشبابية اللي أيضا كمان يعني يمكن ما في عرس إلا ما بنسمعها فيه فأكيد إحنا جدا مبسوطين إنك موجود معنا اليوم بحلوة يا دنيا الله يبارك فيك بس نسألك وين هالغيبة اشتقنا لك اشتاق لك العافية إحنا دائما بالليالي إن شاء الله الصحيح يعني إحنا كان لنا مرحلة ودور الحمد لله يعني أدينا بكل أمانة وصدق والآن تقريبا إحنا يعني دور بناخذ دور المراقبين والناصحين خلينا نحكي متبنيين افكار ومواهب معينه ممكن احنا يعني نقدر نقوم بدورنا الفني في بس بطرق اخرى تقريبا نعم 30 عام من عمرك الفني نعم و30 عام كان في لك يعني ظهورات وبعدين يعني تغيبت وبعدين ترجع كنت كل ما ترجع او تجدد من القديم ترجع باطلاله حلوه يعني عودة زيادات المحلات المضيئة اللي ما بنساها في هذا العمر الفني 30 عام عم نحكي لا شك انه يعني كل فنان بيكون له محطات ثابتة ومعينة لا يعني لا تنسى في حياته الصحيح انا بتذكر اول محطة كانت بالنسبة لي مهمة كانت ايام دخول الجامعة الأردنية مع فرقة الجامعة ذيوبي كنا وقتها احنا طلاب جداد على الجامعة وبتذكر انهم دعونا على حفلة في مدرج سمير الرفاعي على اساس احنا من طلاب يعني الجداد فيوم حضرنا فرقة بتغني باند فكنت قاعد على المسرح انا او قاعد سوري على الكرسي بحضر المسرح فبطلع على المطرب وهو بغني ومع الفرقة بقول يعني هيك بيني وبين نفسي بقول يعني ممكن انا من هون للسنه الجايه اقدر اغني زيه وفعلا بي بي بالفصل او بالسنه الجديده الجايه كنت انا المطرب والباند حوالي وقاعد بستقبل فوج جديد من الطلبه فبصراحه هاي محطه بالنسبه لي كانت بدايه لمشوار كان بالنسبه لي كان كثير ممتع وحلو المحطه الاخرى صحيح كانت في حياتي لما عملت الوصل الأردنية الأولى اللي هي وساري سرى الليل ومرعية الكل أظني بعرفها مين ما بعرفها الله يبارك مين ما بعرفها
والحمد لله كان لي شرف الاشتراك في كثير من الحفلات الملكية بحضور جلالة الملك الخالد الراحل جلالة الملك أبو عبد الله، وكثير من الأعراس الأردنية والأفراح الأردنية الحمد لله اللي شاركت فيها، كانت محطات كثير منيرة في حياتي وبتذكرها بكل كبيرة وصغيرة. أما على المستوى خلينا نحكي العربي، كان صحيح اشتراكي مع الموسيقار الكبير أيضا الراحل محمد الموجي، وكنت من فضل الله يعني أول مطرب أردني بيتعاون مع ملحن كبير طبعاً. مصري زي حلو. محمد الموجي طبعاً. تعرفوا يعني محمد الموجي كان من اللحن لأم كلثوم ولا عصر الذهبي يعني عصر العمالقة، كان الحمد لله أنه يسجل اسمي من بين المطربين الأردنيين اللي كانوا حلو. ضمن قائمة المطربين اللي لحنوا لهم محمد الموجي. نعم. طيب يعني أستاذ عودي، إذا بدنا نسألك، لأنه دائما بس يصح لنا فرصة أن نلتقي مع فنان يعني عاشر العمالقة، وهو أيضا ما زال لحد الآن زي ما أنت قلت بتنصح الشباب، بتنصح بتراقب خلينا نقول الفن بشكل عام، ولو بطريقة خلينا نقول مباشرة وغير مباشرة. نعم. لازم نسألك، شو رأيك بالساحة الفنية حاليا محليا وعربيا؟ نعم. الصحيح يعني أي وقت لازم يكون في أصوات حلوة، يعني هذا يعني هاي من فضل الله وخلقة الله انه يكون في صوت حلو في حناجر الناس بشكل عام. نعم. ولكن المهمة الكبرى في الموضوع هي اكتشاف هاي الموهبة او اكتشاف هاي الكنز او اكتشاف الجوهرة وكيف عملية صقلها. لذلك يعني اهم نقطة في الموضوع موضوع الاكتشاف. هلا اذا كان في كنز او جوهرة مدفونة ما حدا بيعرف عنها ولا حدا راح يلاقيها، إذا عملية الأولى هي عملية البحث على موهبة معينة وبالتالي عملية صقلها. يعني إحنا بصراحة بالفترة الحالية قاعدين نشوف الكثير الكثير من برامج المواهب، كان على النطاق المحلي أو على النطاق العربي، وهذا إشي كثير حلو في موضوع البحث عن مواهب جديدة واستمراريتها. الصحيح الرك الأكبر أو الشغل الأكبر على مدى استمرارية هاي الموهبة بعد انتهاء البرنامج. بالضبط. يعني أنا مرات يعني لا أخفي عليكم في عندي يعني ملاحظة إنه الموضوع مرات بيكون شبه تجاري بحت. أيوه. في أول الموضوع إنه يعني بوصلوا مراحل لشخص معين إنه هو سوبر ستار وإلى آخره، احنا بدنا نشوف ما بعد ذلك. أيوة. باللغة التجارية يعني خدمة ما بعد البيع. بمعنى عرفتي، فلذلك انا حتى يعني اقتراحي انه مش بس واحد يفوز، لازم 10 يفوزوا مع بعض، ولازم المحطة يعني اللي بترعى هاي المواهب يكون لها دور فعلا ما بعد ذلك، انه ترعاهم وتتبناهم الى ان يوصلوا ل يعني النجوم. وخصوصا انه بصراحة في فترة معينة بيحتار الواحد مين بده يختار من الموجودين. أيوة. لأنه وصلوا لمراحل بصراحة إشي كتير حلو ومرتب. نعم. وطبعا أنا بتمنى أنه من خلال محطتك ومحطة رؤية تكونوا من المبادرين وأنتوا سباقين دائما لكل إشي جديد وحلو ومميز، أنه يكون لكم دور في خدمة المجتمع المحلي الفني الأردني في تبني مواهب مدفونة اكتشافها وصقلها وإخراجها للمجتمع الأردني والعربي تحديدا. طبعا الحديث معك لا يمل، ولكن إحنا مشتاقين نسمع كمان شغلة. صح. أستاذ يعرب، ممكن نسمع كمان شغلة مثلا حكينا وساري سر، ما بعرف على ذوقك. على ذوقكم. أنا بدي بصراحة بدي هيك أعيد ذكرياتي بالماضي. نعم. يلا. بتذكر أول ما دخلنا الجامعة كنا عبارة عن تعرف باند لسه داخلين بالجامعة. نعم. حاب أغني لكم أول أغنية غنيتها على المسرح بالجامعة. لما كنا بتعرف كنا شباب 18-19 وما زلت شباب لحد هلا. والله هالشباب ما بيزيدوك إلا بهاء. الله يبارك فيك. السلام. الله يبارك فيك. طليت الحلو وشارة طير على فتاة، قلبي من يوم قلبي معني بحدة، طليت الحلو وشارة طير على فتاة.
هاي الأغنية ما بتموت طبعاً شبابية هيك وجامعية جامعية بالمطلق بالمطلق يعني إحنا بنعرف قديش الفنانين دايماً هيك إحساسهم مرهف ويعني بدورنا منعايد على كل الأمهات اللي بحياتك بنقول لهم كل عام وهم بألف خير مناسبة عيد الأم الله يبارك فيك هي مناسبة كمان عايد على والدتي كل عام وهي بخير ربنا يعطيها الصحة والعافية وأكيد بعيدة عن حماتي قبل ما أيوة إلا حماتك قبل أمك الله يسلمك أنت ليش تحكيها بغل؟ لا ما بحكيهاش بغل طيب احنا يعني عفوا عايد كمان على كل أمهات اللي موجودين في ظل المملكة الأردنية الهاشمية مملكة السلام والمحبة وإن شاء الله ربنا يبعد عليهم بالسلام والصحة والمحبة يا الله